حكاية ما انساهاش. كنت في المغرب سنة 1968 في مدينة الرباط، قابلت سيدة فرنسية. السيدة الفرنسية دي ست كانت سنها لما شفتها يمكن حوالي 60 سنة، فحكيت لي حكاية غريبة أوي. قالت لي من 30 سنة أنا كنت واحدة ضمن فوج سياحي وجايين من فرنسا كلنا للمغرب عشان نقضي صيف ممتع، ونزلنا في الفندق، وبعدين اللي حصل ان انا في ليله من الليالي شفت رؤيه عجيبه. الرؤيه دي ان شفت واحد شكله جميل ولابس ابيض، والقي في روعي ان ده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشفته في المنام بيطلع لي مصحف ويناولني هذا المصحف. الحلم كان هزيني جدا لدرجة ان صحيت وانا كل جسمي بيرتجف، وانا ما كانش في ذهني الحاجات دي خالص. ايه اللي جاب حلم بالشكل ده ان احلم وفي الحلم اشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقدم لي مصحف؟ انا حكيت لزميلاتي الفرنسيات، قالوا ده كلام فارغ، دي اضغاص احلام، يعني انت ما تفكريش ده اي كلام يعني. لكن انا قعدت افكر، وقابلت ناس من المستشرقين اللي كانوا موجودين في المغرب وكده، وانا حسيت ان زي ما يكون هذا الحلم نوع من الامر باني ادرس الاسلام. فانا جيت بعد ما خلصت رحلتنا قلت لزميلاتي ان هقعد في المغرب ومش راجعه. فطبعا كلهم هاجوا وماجوا، ايه اللي اتجننتي، مش عارف ايه التخريف اللي انت فيه ده، انت هتتدروشي، انت مش عارف ايه. لكن اصريت وفعلا قعدت في المغرب وهم رجعوا. وبعدين درست الاسلام بتوسع، ودرست اللغه العربيه بتوسع، واقتنعت وحبيت الاسلام، ويعني اصبحت مسلمه من التاريخ ده. ودارت الايام سنه بعد سنه بعد سنه، بعد حوالي 10 15 سنة، في يوم من الايام وانا في الحمام حسيت ان في ورم في صدري، ورم جامد محجر. استعجبت جه امتى. المهم رحت للدكتور، الدكتور قال ان في سرطان في الثدي، وانه في دور متاخر لانه انتشر في العضلات وفي جدار الصدر، ومش هيمكن عمل جراحه. في نفس الوقت كان نازل فوج، هو نفس الفوج القديم بتاعي اللي جينا من 30 سنة. فطبعا سألوا عليا وجم، فلقوني رقدة وعيانة، وقلت لهم حصل كيتو كده وإن في سرطان، والدكتور الجراح قال إن مفيش أمل ومفيش فايدة وما أقدرش نعمل عملية. وطبعا اللي حصل إن زميلاتي الفرنسيات قالوا أنت لازم ناخدك باريس، وإن ده راجل جراح ما يفهمش حاجة، ويعني احنا هناك عندنا وسائل اكيده ولازم الحاجات دي لها علاج وكده. فرفضت، قالت انا رفضت، قلت لهم مش هرجع باريس. وبعدين هم قالوا لها شوفي يعني احسبناكي مره تمشي على كيفك، وانت في الاخر شوفي جرالك ايه نتيجه الدروشه والضلال اللي انت عايشه فيه، فده مش ممكن نسيبك دلوقتي يعني احنا الى اخره. المهم حاولوا محاولات ما فيش فايدة، ما رضيتش تسافر، ورجعوا برضو زي المرة الأولانية. وهي قالت لي حصل الآتي في نفس الليلة دي بعد ما مشي يوم، قالت لي أنا قعدت أصلي على السجادة وأبكي وأكلم ربنا كما لو كان هو قدامي، وأقول له يا رب يعني أنا يعني شفت أهلي وناسي بيسخروا مني وبيقولوا عليا إن أنا درويشة مغفلة، وإن أنا الضلال وصلني إلى الحالة دي، ويا رب يعني أنا ماليش حد غيرك. وقالت لي بكيت وصليت بإحساس كما لو كان كل خلية في جسمي بتصلي، وبعدين في وسط البكاء نمت على السجادة.
قالت لي بعد كده ما صحيتش الا الصبح، بحط ايدي على صدري ما لقيتش حاجه، ما لقيتش ورم، لقيته عادي خالص، جالي حاله ذهول. طلعت اجري على الطبيب، كشف عليا قال لي انا مش شايف حاجه، مش انت كنت جيتي من كام يوم عندي وانا قلت مش عارف ايه؟ مش ممكن، انا مش مصدق الكلام ده. جاب الكتب بتاعته وجاب الدفتر اللي بيقيد فيه حالات المرضى عشان يتاكد ان دي، فلقى اسمها ولقى جنبها سرطان ثدي، وانه بحاله متاخره، وانه انتشر في العضلات، وانه وصل للقفص الصدري. الله، لكن هو مش شايف حاجه، صدري سليم. قالت لي شوف، يعني في جوهره يا مسلمين انتوا مش عارفينها ولا عارفين قيمتها، هذه الجوهره اسمها الاسلام، انتوا مش عارفين قيمه الاسلام اللي ربنا اداه لكم. مين اللي بتقول الكلام ده؟ واحده سيده فرنسيه. وبعدين المثال الغريب ده، اللي هي في جلسه صلاه يتم شفاء كامل كامل. طبعا الحكايه دي بعد كده مر عليها 10 سنين، ما رجعش اي حاجه، انتهى خلاص. شيء غريب، لو كانش شفته بعيني وحد قاله لي ما صدقوش، لان احنا ما احناش في زمن معجزات. ومع كده لفت الايام، وكانت ليا الحقيقه تجربتين انا بقى بنفسي. في مره جاني الم في ظهري فظيع، الم فظيع جدا، طلعت اجري على الدكتور واشعه ومش عارف ايه، واتضح ان فيه حصره قد كده في الكلى، حجمها مش هينفع فيه لا موسعات ولا بتاع، والدكتور قال لازم نفتح. الكلام ده كان افتكر كام برضه 69 ولا حاجه. ما كانش فيه لسه بقى حكايه التفتيت بالامواج التصادميه ولا البيركوتينيوس اللي بيعملوا عمليه صغيره ويفتتوا جوه وبعد كده المريض يسيب المستشفى بعد يوم. كان لابد بقى عمليه هردلكش كبيره قوي، يفتحوا الكلى ويشيلوا شغلانه، انا ما كنتش اقدر على الحكايه دي ولا استحمل يعني. المهم انا خدت الروشتة وكل الحاجات اللي الدكتور قال عليها خدتها، الموسعات والمشروب بالميه والى اخره، وجاني حاله رعب شديد، وقعدت اصلي وابكي حقيقي، بقول يا رب انا ما اقدرش على عمليه زي دي وما استحملهاش، وانت لازم هتجد لي مخرج وكده. فالمهم كان يعني نوع من مش صلاه لكن ذوبان كامل، كما كان انا كل الخليه فعلا بتتطلع لخالقها وتستنجد بخالقها. المهم بعد نص ساعه بالظبط حسيت برغبه اني عاوز اروح تواليت، دخلت تواليت نزل لتر كامل من حاجه زي الطحينه بالظبط، ولون الطحينه. اللي حصل ان الحصوه كلها اتفتتت وتحولت لبودره، بودره مش فتافيت، بودره كامله، واضح انها كان حجمها كبير جدا. بعد كده شربت ميه وانتهى الموضوع خالص بعدها بنص ساعه. يعني ازاي تحصل الحكايه دي بعد الحكايه دي، بعد الاستنجاد والابتهال وطلب من ربنا بانه يجعل لي مخرج، بعد نص ساعة تحصل الحكاية دي، انتهى الموضوع خالص، ما رجعتش خالص بعد كده. فأنا فعلا كل ما بفتكر الحاجات دي بفتكر كلمة الست الفرنسية في الرباط اللي بتقول لي انه انتوا يا مسلمين، انتوا يا مسلمين عندكم جوهرة عظيمة اسمها الإسلام، مش عارفين قيمتها، ومش عارفين قيمة الصلاة زي ما ربنا نزلها لكم. وده صحيح، لان احنا لما بنصلي الصلاه مجرد حركات واداء وكلفته كده وخلاص، يعني اداء واجب. لكن الصلاه لما الانسان يؤديها بمعناها الحقيقي اللي هي الخشوع تجرد، ما هي الصلاه برضه فيها الاشتراطات اللي الجماعه بتوع الترانسندنتال ميديتيشن دي بيقولوه، بمعنى ان مش ممكن نخش على ربنا سبحانه وتعالى وعلى سجاده الصلاه الا بحاله من التجرد. بمعنى ان لابد، يقول من خلع النعلين، اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى، خلع النعلين يعني تخلع وتطرح وراك
كل المشاكل والهموم والمزعجات الدنيوية تمام زي الكلام اللي بيقولوه بتوع الترانسندنت ميديتيشن، بشرط برضو عندنا في الصلاة، وإلا ما تبقاش صلاة. يعني عشان تبقى صلاة لازم الإنسان يخش متجرد ويطرح وراءه كل الهموم وكل المشاكل وكل المزعجات، وساعة ما يقول الله أكبر بيبقى معناها أكبر من كل اللي في دماغي، أكبر من كل الخواطر دي، أكبر من كل الأفكار والهواجس دي كلها. بمعنى أن كلمة الله أكبر بتسكت كل الأفكار اللي جواك دي، يوصل الإنسان لحالة من السكينة الداخلية الكاملة واسترخاء كامل وخشوع كامل. لكن مش عشان الإنسان يبتدي يستمد من نفسه العميقة زي ما بيقولوا الجماعة بتوع الترانسندنت ميديتيشن، لا، ده عشان يستمد من ربه. وفرق كبير قوي بيني أنا في محاولتي أن أتغلب على مرضي أقوم أستمد من النفس العميقة القوة، وبين أن هستمد من ربنا سبحانه وتعالى. وإيه النفس بتاعتي دي؟ ما هو النفس بتاعتي دي محتاجة ومحدودة. فتفرق كتير جدا الصلاة بمعناها الإسلامي عن كل الكلام الفاضي اللي بيروجوه ده، لأن هي بالإضافة إلى كونها حالة استرخاء وحالة خلع وحالة خروج من الهموم كامل، فهي حالة انفتاح على الله سبحانه وطلب منه من الروح الذات العليا. ففي الواقع الصلاة الإسلامية إذا أديت بالطريقة اللي ربنا عاوزنا نأديها بيها، وهي بتمام الخشوع وتمام الخروج من مشاكلنا كلها، يخرج من نفسه الإنسان يخرج من، مش بس من الدنيا، من الدنيا ومن نفسه ومن اسمه ومن مشاكله ومن همومه، ويتجرد تماما ويبقى يخش على الرحاب الإلهي لتنعقد الصلة اللي هي الصلة العظيمة دي. بمعنى الصلاة هي صلة. إذا الإنسان أدى الصلاة بهذا المعنى، الصلاة بتبقى لها أسرار غريبة جدا. وكل الكلام اللي بيقولوه عن الترانسندنتال ميديتيشن وإزاي إن هو بيوطي ضغط الدم ويقلل السكر وينزل الكوليسترول وكل الكلام اللي بيقولوه ده، ما يجيش واحد على ألف مما يمكن أن تفعل الصلاة إذا أديت صلاة إسلامية، إذا أديت بالأداء الواجب بتاعها اللي فيها الإنسان بيدي نفسه كله، كل حضوره وعقله وروحه كلها للحضرة الإلهية. وساعتها بتكون تفضي الصلاة بأسرارها العجيبة. والثلاث حكايات اللي حكيتهم، وأولهم حكاية السيدة الفرنسية دي العجيبة اللي فيها سرطان يشفى في لحظة، تصحى تلاقيه مش موجود. فدي معجزات صحيح ما بتحصلش دلوقتي، لكن هي بالنسبة للي يقدروا يطلعوا للدرجات العالية من الشفافية دي ممكنة بالفعل وبتحصل بالفعل، وهتظل تحصل كعلامة من علامات كرامات ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. ونرجو إن احنا نعرف قيمة الجوهرة اللي احنا ربنا ادهلنا.